دكتور حمادة، برحب بحضرتك. يمكن زي ما شفنا في التقرير، مصر تبنت استراتيجية للتعامل مع ملف كورونا، وزي ما احنا شفنا في بداية هذه الأزمة الرئيس خصص 100 مليار جنيه للتعامل مع أي تداعيات. كان هناك أيضا طمأنة للسياح من خلال أنه العاملين في وزارة السياحة يتم تطعيمهم، في نفس الوقت كمان الطلاب قبل دخول الجامعات، المعلمين، أبرز الجهود اللي قامت بيها مصر في التعامل مع هذه الأزمة. طيب، احنا بسم الله الرحمن الرحيم، مبدئيا مصر قامت بجهود على مجالين. المجال الأولاني انها تحركنا في توفير اللقاحات بكل أنواعها، تمام، من خلال توفير رخصة الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا مع حملات بالاشتراك مع وزارة الصحة لتطعيم المواطنين، وفي نفس الوقت بنوفر أحدث بروتوكولات العلاج المتبعة خارج مصر في مصر من خلال اللجنة العلمية للفيروسات اللي بتدرس معانا وتقول لنا ايه هي البروتوكولات الجديدة المطلوب توفيرها عشان نبدأ نوفرها في السوق المصري. فهنا وفرنا الحمد لله 9 أنواع من اللقاحات متوفرة في مصر دلوقتي، اي حد ممكن يقدر ياخد اللقاح طبعا بالحجز، وبيبدأ ياخد الجرعات بتاعته طبقا للبروتوكولات المعلنة. بالنسبة للأدوية، كل بروتوكولات العلاج الحديثة المتبعة على مستوى العالم موجودة في مصر.